السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الرود ماب بتاع كندا، ازاي هتتحول للبيم، محطوط زي ما انت شايف مراحل للتحول. هي قالت احنا في ليفل زيرو ومش هننقل على طول لليفل 3، لا هنعدي على ليفل 1 وبعد كده ليفل 2 وبعد كده ليفل 3 وبعد كده ليفل 4 5 6. شوف انت تعرف تعد لحد كام، وحاطين تواريخ لكده وحاطين كل ليفل في نقطة من النقاط هنعمل فيه ايه. تمام، يعني مثلا في الكود هنعمل ايه، في التطبيق العام هنعمل ايه، في التعاون بين الشركات ايه، ده يقول لك ايه. هنا محتاجين ان احنا نبدا ناخد خطوات ناحيه البيم. طب هنشجع الناس ازاي انها تتبنى البيم، القطاع العام والخاص عايزين نقود للموضوع دوت. فيبدا يقول لك واحده واحده هنبدا نطبق ازاي. كل ليفل منهم في خطوات هتعملها في مرحله مراحل. يعني التعليم مثلا في ليفل زيرو ناس لسه ما بتعرفش بيم، فبتبدا تديهم بعض المعلومات. في ليفل 1 خلاص الناس عندها المعلومات، فهنديهم تريننج على حاجات اعلى وهندخل بقيه الاقسام في موضوع البيم. في ليفل 2 حاجات ادق، في ليفل 3 خلاص عندنا انتجريتي. زي ما احنا عارفين ليفل 0 مفيش بيم خالص ومفيش اكواد، الناس شغاله مع نفسها ايزوليتد، كل واحد لوحده. والليفل 1 بيبدا يبقى فيه كوردينيشن بس في عدم تكامل مع البيم، البيم مش كامل. في ليفل 2 في كولابريتيف، الاقسام كلها بتتعاون وتتبادل مع بعض ويمكن اداره المشروع. ليفل 3 في انتجريتد، في المشروع الناس كلها بتتبادل المعلومات، كلهم شغالين في نفس المكان، في ما بتصدرش من برنامج لبرنامج، لا هو نفس البيئه اللي احنا شغالين فيها وهكذا. فزي ما انت شايف دي خريطه واضحه جدا لو اي دوله عايزه تتبنى البيم ايه اللي هتمشي عليه. يقول لك مثلا احنا هنا نبدا نطور الناشونال بيم استراتيجي، بعد كده يبقى لنا جايد لاين خاص بينا، وبعد كده نبدا نراجع ونطور في البيم ستاندرد وهكذا. خطوات واضحه ايه اللي هنعمله 1 2 3 بحيث ان احنا نوصل لتطبيق البيم. مفيش حاجه اسمها احنا ليفل 3 وكده، مفيش حد لسه وصل لليفل 3، لازم نعترف احنا موجودين فين وكل خطوة من الخطوات ايه اللي هنعمله فيها عشان نروح للخطوة اللي بعد كده. مفيش حد بينط من ليفل 0 لليفل 3 على طول، لازم تعدي بالخطوات ديت، لازم تبدأ تعرف الناس، تتعود انها تشتغل بيم كويس، وبعد كده تبدأ تطور نفسها، وبعد كده يبدأوا يتكاملوا مع بعض، يشتغلوا كفريق، يبدأوا يلتزموا بكود معين وهكذا.